بيقولوا لي دلوقتي حالا الكاف، لجنة الانضباط في الكاف قررت تغريم الاهلي 10,000 دولار بسبب بعض الاحداث اللي حصلت هنا في مباراة الاهلي والوداد، يعني كان حاجات حدثت مش قديم عارف ايه اثناء المباراة، وايضا 20,000 دولار على الوداد برضو بنفس القصة، انا كان في شماريخ هناك برضو ماتش وبعض العودة الحاجات اللي اتحدثت بعد ففي 10,000 دولار خصم على النادي، غرامة على النادي الاهلي، الأهلي و20,000 دولار على الوداد بسبب احداث الماتشين، مباراة الذهاب هنا في مباراة مصر العودة. ومباراة العودة في نهائي دوري ابطال افريقيا.